مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلاً وسهلاً ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. في خضم المنافسة التنافسية لكرة القدم البرتغالية، تظهر موهبة استثنائية، نجم صاعد تتحدى براعته في الملعب كل المنافسة. هذا هو اللاعب الجزائري رفيق غيتان المايسترو في المراوغة، الذي تفوقت براعته حتى على أنجيل دي ماريا سكورد. وبحسب البيانات التي جمعها موقع المتخصص، فقد توج لاعب إستوريل كأفضل مراوغ في الدوري البرتغالي الممتاز بمعدل مثير للإعجاب، بلغ 3 مراوغات ناجحة في المباراة الواحدة. أداء يترك دي ماريا في المركز 9 مع 1.8، مراوغة ناجحة فقط في المباراة الواحدة. يسلط هذا التصنيف الضوء على إتقان غيتان الذي لا يمكن إنكاره في فن المراوغة، وقدرته على القضاء على خصومه بسهولة مثيرة للقلق. إن خفة حركته ورؤيته للعبة وإبداعه تجعل منه رصيداً هائلاً على أرض الملعب. وللتذكير، فإن ما يميز اللاعب الجزائري حقاً هو إصراره على تمثيل المنتخب الجزائري، مدفوعاً بحبه العميق لبلده الأصلي، يطمح إلى ارتداء قميص الثعالب والمساهمة في نجاحهم على الساحة الدولية بفضل موهبته التي لا يمكن إنكارها وشغفه الذي لا يتزعزع. من المقدر لرفيق غيتان أن يصبح شخصية رئيسية في كرة القدم الجزائرية. إن صعوده السريع في البطولة البرتغالية ليس سوى مقدمة لمسيرته الواعدة، حيث سيتألق بلا شك إلى جانب ثعالب الصحراء، ويرفع ألوان الجزائر عالياً على المسرح العالمي. ختاماً عزيزي المشاهد، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من يصله جديدنا. إلى اللقاء.